السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسعد صباح الجميع. سامحني ما صورت لكم هاليومين بسبب ان الكاميرا تبعي مال التليفون فيها خلل. عموما اليوم راح اراويكم ترقيد الهوائي للتين. نبتدي هالايام ترقيد هوائي للتين، للحمضيات، الى التوت، الى كل الاشجار اللي نحب نطلعها. طبعا طرق التركيب اللي هو الترقيد الهوائي، راح نخلي كيس ونسكره من جانب ونوسط الغصن، يعني الغصن لازم يصير في الوسطة، ما نخليه على جنب على حساب انه طبعا يتحرك او تتحرك الجذور، ونخلي فيه ساعة على حساب ان احنا نقدر نربطه. الملاحظة اللي حبيت اقول لكم اياها، على حسب سمك الغصن، اذا الغصن سميك جدا سووا له كيس كبير على حساب ان الجذور تاخذ راحتها في اللي هو الكيس، ويصير مجموع الجذري قد المجموع الخضري، اي لو بنقلمها نقلمها شيء بسيط. هذا هو نوع التين دا تشوفونه، بس الحين لان فترة او نهاية الصيف بيكون صغير ومقلص. الطريقة كالآتي، مثل ما نشوف هنا في كيس وضربناه سلك او سير، طبعا عندنا ستشين سانة هنا، راح ننزل الكيس كذي بهالطريقة. هنا داخل في براعم لازم نكنسلهم، شلون؟ يعني لما يكون في شجرة التين برعم نشيله ونطالع بعد تحت، مثلا في واحد مني راح نسوي. اهم شغلة ان يكون في الوسط، ما يكون ان احنا نسوي فوق، يعني لازم نشوف مقاس الكيس لوين يوصل ونبدأ. مثلا في تحديد بهاي الطريقة كذي واضح، اوكي، واشيل اللي هو اكشطة، بعدين استخدم القرفة، يعني هذه القرفة ما استخدم هرمون، لان ناس وايد تتخوف من الهرمون، افضل ان احنا نستخدم القرفة كمجدر طبيعي. بعد ما اخلص راح اسوي، لا تسوون بشكل دائري، رد اكشط بعد من تحت شوية بس، زين، بنفس الطريقة. اهم شيء ان هني يكون ما نشيل منه. راح اكمل لكم الفيديو علشان تستفيدون. هاي العملية لأي شجرة نسويها سواء كان، طبعا خلصت، راح اخلي القرفة، طبعا البروش لازم تكون مبلولة افضل، ويكون القرفة برا الغرشة يعني، فاخلي هذا المحتوى عليه كذي، لانه هو بيمتص الحين، مجرد انه يلامسه بدش داخل الى الغصن، يعني مو شرط انه يكون يعني انه ديب اوريدي. خلينا بهاي الطريقة. الحين شو نسوي؟ الحين راح نعبي الكيس ونبنده، وبعدها راح نستخدم القصدير الالمنيوم نلفه احسن على حساب ان الجذور تطلع بشكل سريع. تاخذ هذه العملية تقريبا شهر للفصل او شهرين، شهر ونص، يعني نفصلها ايام البرد. في طريقة ثانية راح اراويكم اياها بالنسبة حق التجدير اللي عنده مثلا غصون متدلية في التين او في حمضيات. طبعا في التين بسرعة راح يجدر، لان تشوفوا هني مثلا دفنت برمل، لما ترفعها تشوف الجذور شلون فيها جذور. اذا بهذه الطريقة هو التجدير سواء كان ارضي او بالترقيد الهوائي. يعطيكم العافية في مواضيع ثانية، واشوفكم على خير، وتحياتي.